بدأنا في المنطقة هني، بدأنا نشوف الماي، بدأنا واجهتنا تحديات كثيرة. من ضمن التحديات طبعا وأهمها هي قلة أو فقر الدولة في الماي. النقطة الثانية حالة الطقس بشكل كبير، التقلبات بين الصيف والشتاء حوالي 40 درجة، والحمد لله بالإمكانيات المتوفرة عندنا وبالإمكانيات اللي حصلناها في الدولة قدرنا نتغلب على هالموضوع وبشكل غير مكلف.